مباراة كما شفتوا كانت مفتوحة الجانبين، صح كنا قادرين نعود بنتيجة ثلاث نقاط، صح الحمد لله نتيجة نقطة واحدة على برا نتيجة إيجابية تساعدنا بزاف حنايا سيرتو حنايا، وما يخفى لكش تجنات كانوا ملاحق تاعنا كان تحتنا مازالوا تحتنا. هاد ان بوان ان شاء الله تخلينا نروحوا للبارادو نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله خرجت في الدقيقه 20 كنت خرجت مصاب، صار الاصابه ان شاء الله دات راديو ولا ماشي 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 قراب، ان شاء الله يحبس السطر بعد نولي لي سونطي ان شاء الله، بالك نكون مع بارادا ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا المقابله ما كانتش سهله، كانت صعيبه، وين حنا لعبنا خارج الديار على التاجنات، وكما قلت كانوا مسيطرين سيفري، وانا وصحابي درنا اليد في اليد وكود بوان جيبوني، جبنا نتيجه ايجابيه هذه تخدمنا ان شاء الله من قدام ان شاء الله. هذه المباراه الثانيه توالي ما تلقاش الاهداف. الحمد لله الحمد لله، هذا بفضل اصحابي وبفضل التدريبات مع المدرب، ورانا نخدموا ان شاء الله باش نمدوا بليس ليكيب ان شاء الله. مازالت مباراه صعبه، مازالت مباراه صعبه ان شاء الله، وحنا رانا غادي نوجدوا لها ان شاء الله كما يقول لك بتحضير بجديه وبكل قوه ان شاء الله، وان شاء الله كما قلت يكونوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله من قدام. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين على هذه النقطه الثمينه اللي حققناها مع فريق تجنانت اللي كان قريب يعيش لا ميم سيتياسيون تاعنا. الحمد لله انه الاولاد كانوا واعيين بالمسؤوليه، داروا اللي عليهم، ما خرجوش من المشروع تاع المدرب. نشكروا كل الانصار اللي انتقلوا معنا، نشكروا اللاعبين، نشكروا اللي ساهم في النقطه الثمينه كم نشكروه، وهذه هي. على العكس انه في بلادنا والله احنا رانا ديما نلعبوا خارج ديار، رانا في باتنا خارج ديار، ورانا في خارج ديار رانا خارج ديار. بالنسبه للملعب باتنا، ملعب باتنا تيرا غازوني، باسكو احنا نونترينيو في تيرا طاطوني ونروحوا للغازون شويه نلقاو صعوبات، هذه هي جاب لي ربي انا هذه هي. مباراة كبيرة صعبة، وكنا نقول ننتظركم تحدي خاصة وانه المدرب العجالي اعلن على الاستقالة تاعو الاسبوع المقبل. والله احنا راني قلت لك او ديبار رانا نعيشوا سيتياسيون شوية ديفيسيل، نحاولوا كيف نخرجوا من الفيراج هذا، نخرجوا شوية على الأقل نستثمروا في الفرق اللي راهي حتى هي تعيش لا ميم سيتياسيون. واش نقول لك؟ إن شاء الله الأولاد يكونوا واعيين بالمسؤولية، رانا نخدموا واللي جابوا ربي فيه الخير ان شاء الله. ربما فيه بعض الخطه جدا في الشوط المرحله الثانيه دخلتوا بها وفق توجيهاتكم، شفنا اكثر ربما انسجام بالنسبه للخطوط الثلاثه، وش هي تقديركم في نهايه المطاف بالنسبه للنتيجه وبالنسبه للاداء واللقاء؟ لا اولا وقبل كل شيء يعني كنا حابين نبداو يعني اول لقاء يعني بفوز، خاصه يعني داخل الديار، وانني كان يحرر اللاعبين اكثر ويخليهم يلعبوا بالامكانيات نتاعهم. ما يخفى لكمش بلي الفريق اللي دخل اليوم المقابله يعني ناقص بخمس لاعبين يعني اساسيين، زائد حارس مرمى ايضا اللي راه مصاب، اصابه ايضا لاعب مطبع يعني في اثناء المقابله اللي خلانا يخرج يعني خروج اضطراري، ايضا يعني تمركز فريق جمعيه عين النيل يعني في الخلف وفي وسط الميدان يعني خلق لنا صعوبات كبيره، لانه نعرفوا فريق جمعيه عين النيل يلعبوا افيك ان بلوك بكتله متماسكه يعني، ايضا ضربه الجزاء يعني كانت تقدر تكون يعني منعرج اللقاء، في مثل هذه اللقاءات ضربه الجزاء ممكن ديبلوكي لا سيتياسيون وتخلي الفريق الخصم يعني يخرج ويكونوا يعني ثغرات يعني من بعد ذلك يعني، مالوروزمون راه ضيعناها. انا نظن يعني في الشوط الثاني اللاعبين حاولوا يعني باش يسجلوا الهدف يعني بجميع الطرق، تراجع فريق جمعيه عين النيل الخلف، ما نقولوش ايضا لانه يعني كانوا فيه يعني هجمات مرتده كانت تكون يعني تقابلنا غاليه. انا نظن يعني التعادل يعني صعب المدى، خاصه يعني في ظل المرتبه اللي راح تحتلها الفريق، لكن ان شاء الله يعني مع معرفتي بمجموعه اكثر يعني ما في الايام المقبله ان شاء الله راح نصحوا بعض الاخطاء ان شاء الله، ولما لا يعني ممكن اللاعبين يعني يتحروا اكثر ويلعبوا بالامكانيات نتاعهم ان شاء الله.